أبتدي حديثي بتقديم بطاقة شخصيتي، اسمي إمام محمد أحمد عيسى المولود في اليوم الثاني من الشهر السابع سنة 1918 بقرية ريفية من قرى مصر جنوبا واسمها أبو النمرس تتبع لمحافظة الجيزة أي المحافظة الثانية بعد محافظة القاهرة. وأتشرف بإني أقول إني ولدت لأبوين فقيرين، ووالدي كان يبيع على رأسه زجاج المصابيح، وتقريبا في الأشهر الأولى من ولادتي فقدت بصري، ولما بلغت السنة الخامسة من عمري رحت مكان اسمه الكتاب لتحفيظ القرآن الكريم، وفي هذه الأثناء ونجلس في بيتنا في الريف في المناسبات، إما مناسبة عرس أو مناسبات يعني إلى الحج، بيجتمع النسوة الريفيات لينقوا الغلال اللي راح يعملوها بخصوص العرس أو بخصوص يعني الذهاب إلى الحج، وبيغنوا وهم قاعدين النسوة 10-12 واحدة بيقعدوا مع بعض ويغنوا غناء ريفي فطري يعني كله طرب بريء. فأنا كنت في هذه الفترة أجلس وأستمع لهذا الغناء وأطرب له وأنا صغير كما ذكرت ابتداء من الخامسة من عمري، ومكست في هذا الكتاب أحفظ حتى كان عندي 11 سنة، حيث حفظت كل القرآن كله عن ظهر قلب. وبدأت أجي لمدينة القاهرة علشان أتقن تجويد القرآن الكريم على يد أحد المشايخ العلماء في هذا الشيء. وانتهيت من تعليم التجويد وكان عندي تقريبا 15 سنة.
بدأت أقرأ في البيوت والمحلات لكي أشق طريقي لجلب الرزق. وأنا في هذه الرحلة في يوم ما من الأيام كنت أقرأ في أحد الحوانيت، وإذ بي يقول لي صاحب المحل: أستاذنا الكبير الشيخ درويش الحريري هذا عملاق من عمالقة الموسيقى الشرقية في مصر. فلما علمت بوجوده تحببت إليه وتقربت إليه، وهو بدوره حياني وجعلني يعني موضع رعايته. فتعلمت على يديه أصول المقامات الموسيقية عن طريق الموشحات الأندلسية والدينية، وأيضا جمعتني الظروف بأيضا العمالقة الكبار شيخ الملحنين الشيخ زكريا أحمد والعملاق الكبير في الإنشاد الديني عندنا اسمه الشيخ علي محمود والشيخ محمود صبح أحد الملحنين الأفذاذ، وشربت منهم والحمد لله الكثير، لأن كنت أنا عندي هواية التثقيف الموسيقي بشتى أنواعه الشرقية. وطبعا لكل واحد منهم مشرب، ولا بد من أن مثلي أن يرتشف من كل ورد من هذه يعني النواحي علشان يبقى فيه تنوع وتصنف في ألوان الموسيقى الشرقية. وكنت كل ألحان أحفظها أغنيها في جلسات خاصة، مثل مثلا أسبوع مولود ولد أو في عيد ميلاد وما إلى ذلك. واصطحبت على زميل صديق عازف، وكان هو اللي يعزف لي وأنا أغني، لكن أنا كنت أعرفه اللزم الموسيقية ببقي، يعني أفهمه أن دي تقال هكذا. وكنت ما عنديش فكرة أن المكفوف ممكن انه يتعلم العود، كنت افهم ان تعلم العود خاص بالمبصرين. فجمعتنا الظروف في احدى الجلسات اني رأيت مكفوف يغني ويعزف، فانا يعني انجننت ازاي انه هذا مكسوف مثلي ويعزف ويغني وأنا لا أتعلم العود، لا بد من إن أتعلم العود. بالطبع أنا كنت تثقفت في ناحية دراسة المقامات الموسيقية ثقافة يعني مكنتني من فهمها فهما صحيحا. فطلبت من زميلي هذا إنه يعرفني كيف توضع الأصابع على الأوتار،
وأخذت على يديه تقريبا حوالي 5 6 حصص، بحيث أني عرفت كيف توضع الأصابع على المقامات الكاملة وأنصاف المقامات وأرباع المقامات. وبدأت أتمرن مع نفسي ليل نهار بصوتي وبيدي، وأغني ألحان الأساتذة الكبار اللي أنا التقيت بيهم. ومكست على هذا الحال حتى سنة 45، وتركت احتراف القراءة واحترفت الغناء، ومكست أيضا أغني هذه الألحان في الحفلات العامة وفي بعض الموالد. عندنا بيعملوا موالد يعني الأضرحة الكبار، مثل ميلاد سيدنا الحسين، مثل السيدة زينب، الأبطال الكبار دول بيعملوا لهم مواعيد عيد ميلاد سنوي، فكنت أدعى للغناء في بعض السرادقات